بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذة فائقة السيد مع قيادة القطاع العمالي الحلول الناجعة للمشكلات العمالية جراء العدوان. الحياة تعود إلى طبيعتها بوجود حكومة إنقاذ وطنية تحاول جاهدة تسيير أمور الناس التي زادت صعوبتها خلال السنتين الماضيتين. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل فائقة السيد ناقشت قضايا اتحاد عمال اليمن وأكدت أن الحصار الاقتصادي شكل آخر للعدوان بعد فشل المعارك العسكرية في الجبهات كافة. هذا الاتحاد المقاتل من أجل البقاء، من أجل الصمود، عزز صمودنا الداخلي، مثل الحركة العمالية خير تمثيل. اليوم ناقشنا كثير من القضايا الشائكة والتي تهم المواطن وتهم العامل، وإن شاء الله ستكون هناك حلول قريبة وقادمة لتجاوز المطب الاقتصادي الذي هو الشكل الآخر والانعكاس الطبيعي لحالة العدوان والحصار والحرب. رغم صعوبة الأوضاع وتسريح العمال وتفشي البطالة، ها هو الأمين العام لاتحاد عمال اليمن يؤكد أن لقاءاته مع رجال الدولة ستفضي إلى تسليم الرواتب في الأيام المقبلة. إن شاء الله الدنيا تبشر بالخير، لحد إن شاء الله يعني تبشر بالخير، وأقول لهم تبشر بالخير، وإن شاء الله سيستلموا مرتبات مرتب كامل اعتبار من شهر 12 حسب وعد رئيس الوزراء لنا. لا ازدواجية في التنفيذ بل التواجد على الأرض رغم الفقاعات الصابونية المروجة لإنشاء اتحاد آخر يتبع الفارين في الرياض ويحاول النيل من جهود المدافعين عن أقوات الناس. أنشأت منظمات نقابية خلال الفترة الماضية بالمخالفة لدستور الجمهورية اليمنية وقانون 35 بشأن تنظيم النقابات العمالية والذي حدد طريقة الإنشاء وطريقة الإشهار. هناك لغط وباتفاقنا مع الوزيرة حول هذا الموضوع سيتم معالجة هذه الاختلالات التي حدثت. رؤى ومقترحات تسعى للتواصل مع الجهات الخارجية والتي بدورها ستنعكس إيجابا على دور عمال اليمن وتفويت الفرص على الأعمال الدكاكينية ذات المآرب السياسية والشخصية النفعية لا أكثر. سامي الحجري، اليمن اليوم.